السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم نبي نسوي معكم الفول. هذا وقته. الفول أنواع، في فول بقشر وفي فول بدون قشر. هذا اللي بدون قشر المصري اللي حبته كبيرة. في قشر اللي هو البني، أنا بسوي هذا مقشر. ولازم نغسله زين، يعني عدة مرات إلى 10 مرات عادي لمين ينظف، لأنه يبي له تنظيف. نغسله معروف لمين تصفي الموية. هنا بحطه بالقدر الكاتم، طبعا ما نقعته، نقعته عادي وما نقعته مو بلازم، لأنه بالقدر الكاتم وكافي إن شاء الله إنه بيخليه يستوي. أصب عليه موية حارة. ولا احط له اي اضافه، واشغل عليه النار واخليه تقريبا ساعه. هنا عندي طماط وعندي الفلفل، هذا يسمونه الخكري، عاد ما ادري ليش سموه الخكري، يعني له بارد ولا حار. واذا ما عندكم هذا حطوا الفلفل الرومي. وضحت صلصه وقطعت بصل. هنا قطعت الطماط والفلفل أو حسب رغبتكم، تبي تطحنونه بالخلاط، تبونه ناعم كيفكم، بس أنا أحبه يصير بالفول قطع زي كذا. هنا عندي بصل بحط عليه زيت ونكشنه ونضيف له باقي اللي قطعنا، الطماط والفلفل. البهارات طبعا ما يصلح فيها الفول إلا الفلفل الأسود والكمون بس. الحين اضيف الصلصة مع البصل وبرضه كشنه. بعد ما اكشنهن شوي اضيف عليهن الباقي. وهنا عندي الكمون. حطي تقريبا ملعقتين على حسب الكمية، بس الكمون أفضل يصير يعني طالع طعمه. هنا عندي الفلفل الأسود وهنا عندي الملح. الحين أضفت الطماط والفلفل. أقصر عليه وخليه يتسبك على راحته. هنا طحنت الفول محضرة الطعام. أغطيه وخليه تقريبا 10 دقائق، الربع ساعة. هنا باقي الكمية طحنتها وصبها، خليها تبرد بعدين حطها بأكياس. هذا باقي الفول حطيته بالأكياس زي كذا، حطه بفريزر. حط عليه زيت زيتون. رشة كمون وبالعافية.